تعرفوا علينا. صباح الخير، مرحبا، تفضلي نوري. أنا ودعاء بدنا نسلم عليكي سوا، كيف ما بنعرف، بدنا نسلم عليكي سوا. أهلا وسهلا فيكي نداء، ويسعد صباحك. عم نتخيل لو في مهرجان للبنات، ودعاء اقترحت علينا مكياج ال 2020، فنحن قلنا بنجيبك لعنا وبتخبرينا شوي عن صيحات الموضة ب 2020. هلا صارت الموضة كلها سمبل، ناعم، تركيز كله على اللاشز، كونتور، هايلايت، بطلت الالوان القويه الصارخه، صار كل شيء سمبل. يعني الناس صارت تطلب الشيء الناعم بس يبرز جمالها. يعني مثل الكونتور، البلاش، هاي الاساس، الروج الناعم، ميك اب، نو ميك اب، ميك اب نو ميك اب، بتحسي كمان صار كثير موجود ومتداول، كثير موضه. بس كمان انا بلاحظ انه في سنه عن سنه بيفرق التركيز بالميك اب على شيء معين. يعني بنلاحظ انه السنه اللي فاتت او السنه هاي اللي احنا فيها كان التركيز كثير على الالوان الغريبه فوق العين، وهي مايله للفوشيات او الزهر اكثر، والاورنج وحتى الاصفر احيانا. ممكن هاي السنه 2020 يكون التركيز اكثر على السكن اكثر مما هو على الاي شادو ورسم العيون. بالضبط، اكثر شيء على السكن وعلى اللاشز، الكونتور، الالوان الرايقه بس اللي بتبرز الجمال. وهلا هاي الالوان اللي انت قلتي عنها اللي هي الاورانج، الالوان الصارخه، بتقدري تعمليها لموديل، بتقدري تعمليها لتصوير، لغلاف صوره، لغلاف مجله، بس ما بتقدري تعمليها لزبونه. صح، ولا لحياه يوميه. لا لا لا، طيب هلا على فتره كمان درج كثير الاي لاينر، بس انا بتوقع انه بلش ينقرض. ايه فعلا، هلا انا بحبه كثير ومستحيل استغنى عنه، بحسه كثير حلو، بس انا اضطريت. لا مجبوره. هل مثلا بالسنين اللي جايه او بالفتره اللي جايه ممكن تتناسى الناس الاي لاينر خلص تلغي من الوجود؟ ما اتوقع، لانه هلا في عيون يعني بتعملي لها الميك اب كامل، بس في عيون لازم تحطي لها ايلينر. في عيون ما بتقدري تحطي لها ايلينر، بتكون صغيره، بتحدد العين، بتضيق العين. في عيون كثير واسعه بدك تحددي العين لازم تحطي ايلينر، ما بتقدري تستغني عنه. امجد كيفك؟ انا بدي اسال عن عصير البطيخ او البرتقال، لانه بيجي معه باكج وجبه كامله مع بطاطا. مش فاهم انت الشقاعه، احنا كان لازمنا منك فعلا. والله بتسمعوني اشرب قهوه، بس بدي اسال سؤال اول شيء. يلا، بخصوص هذا اللي فهمه انا، الكونتور. الكونتور شو الجديد اللي طار؟ الكونتور شو هو؟ اللي بحدد يعني هون وهون، اوكي وهون، صح كلامي؟ صح مزبوط، الحمد لله. شو الجديد فيه؟ شو الاشياء؟ هلا الكونتور مش انه في شيء جديد، الكونتور بس الاماكن اللي انت بدك تبرزها بنحط لها هايلاينر، هايلايتر، ايلاينر، هايلايتر. الاماكن اللي انا بدي احددها بحط لها كونتور. يعني في ناس لازم تحدد من هون، اللي وجهها يعني مدور مليان لازم احدد من هون. في ناس وجهها نحيف ما بنقدر نعمل لها بلاش عادي بس برونز، هون لازم نحدد منطقه الدقن بالكونتور. النوز، في ناس اصلا هلا كتير، في ناس عم تستغني عن عمليات التجميل وتعتمد تماما على الكونتور. يعني خصوصا مثلا الانف او حتى الدقن صار كل الاعتماد على الكونتور. بس حابه اسالك عن البرونزاج، هلا صار كتير موضه، حتى صاروا يستخدموا فاونديشن اغمق من درجتهم لحتى يكونوا يبين عاملين برونزاج. بس كيف رح نتصرف مع الفرق الشاسع اللي رح يكون بين الوجه والرقبه والايدين؟ احيانا ما سحبتي علي، مش حكيت بدي اشرب فنجان قهوه؟ طيب اوكي، عم بحاول شدك لحتى تتعلم. طيب خلص بتعلم، بدك قهوة؟ لسه ما تزوجت، لسه بدي اروح اشرب فنجان قهوه ولا افكر قبل ما تنخدع. ايوه جبنا معك قعدة قضايا. يلا خبريني شوي عن قصة البرونزاج. البرونز هلا كثير الناس صارت عم تطلب البرونز. هلا حتى بطلت تستخدم الفاونديشن، صارت تستخدم الباودر الغامق. الباودر الغامق، فانه ما حيكون في فرق، لانه حد باودر ما حيغلب، ما حيوسخ، تغطي كل منطقه الرقبه. يعني اوريدي فيك قصدك تقولي انه مثلا فاونديشن يبقى نفسه، اللي بده يسمر حاله او يعمل لوك برونزاج بس يعتمد باودر اغمق شوي، باودر مش الفاونديشن. لا مش الفاونديشن، الفاونديشن اصلا يعني تقدر ممكن تحط بمناطق كيف الكونتور،
بس لازم في مناطق تفتح فيها الفاونديشن. بتحسي لانه الوجه معبق اذا كان الفاونديشن اذا كان كله غامق بالضبط، ما حتحسي في اماكن بروز جمال زي تحت العين نظافه بالميك اب، ما بتشوفيها هذا الشيء. طب انا في عندي هلا سؤال لك من اللي هو طبعا الهالات السوداء، واغلب البنات عندهم هذا الموضوع خصوصا مع ايام العمل الطويله ايام الدوام، كيف ممكن الصبيه فعلا تتخلص من الهالات السوداء عن طريق الميك اب؟ عن طريق الميك اب هلا ما هلأ تتخلص، في كوركترات وفي مثلا كونسيلر غامق فاتح، بالضبط بدنا الخطوات كيف نبلش وكيف ننتهي؟ هلا انا بالنسبه لي انا ما بستخدم كونسيلر ابدا بالميك اب تبعي ابدا. كيف بتغطي تحت العين؟ هلا انا بستخدم درجات فاونديشن من الغامق للفاتح كثير حسب البشره، بحط فاونديشن على كل الوجه. هلا لازم اختار حسب درجه الفاونديشن اللي انا اخترته لبشرتك، يعني اذا انت بدك برونز ما بقدر احط لك رقم واحد تحت العين، حيطلع كثير فرق ما حيطلع حلو. بحط لك رقم ثلاثة، صار عندك تحت افتح، تحت العين افتح من لون البشرة، بس بالمقابل مو كونسيلر كتير فاتح، ممكن على بيج، ممكن ما بيلغي الكونسيلر قصة انه يكون فيه رمادي تحت العين، ما بيساعدك بهي القصة انك تتخلصي مثلا من الالوان اللي بتضرب معك تحت العين. لما يكون الفاونديشن فول كفر كتير افضل من الكونسيلر. الكونسيلر اذا لاحظتي، اذا بتلاحظي في ناس كتير بخطط عندهم تحت العين، الفاونديشن لا، خاصة إذا كان مات فول كفر بغطي كل الهالات السوداء اللي تحت العين. فكرة كتير حلو، كتير حلو. بس كمان في شغلة كنت أسألك عنها، بما إنه كنا عم نحكي عن موضة 2020 بالميك اب، هلا الحواجب طبعا مرت بمراحل تغيير شاسعة، مراحل بائسة. يعني أنا بطلع على الصور القديمة مثلا أيام خلينا نقول التسعينات كانت الحواجب خيط، هلا صرنا نميل اكثر للحاجب اللي هو ناتشورال، بس صار يصير مع الوقت اسمك مع الوقت اللي مضى. فهل ممكن ب 2020 يصير الحاجب اسمك من ما هو عليه لانه صار شوارب شوي يعني؟ والله حبيبتي انا اللي بتوقع ال 2020 انه البنات يبطلوا يعملوا حواجبهم اصلا. لا اصلا كثير هيك بلا، لانه هلا صار كل اللوك طبيعي طبيعي طبيعي، ما أصلاً بدهم أحلى. لا لون غامق ما بدهم، يا دوب مسكارة حواجب يا إما شفافة يا إما نفس لون الشعر. بتوقع إنه ما رح يعمل الحواجب. طب أنا عندي سؤال كتير مهم، العدسات والرموش، هبة الوقت هبة الزمان والمكان، معقول نوصل لمرحلة فعلا خلص الناس؟ يعني زمان كان اللي لون عيونه حلوين خلص كل الناس تعرف إنه هي مو عدسات، هلا اللون عيون الملونة عم ينظلموا ما حدا عم يعرف. أيوة قولي نوار من قبل لأنه هي عيونها خضر ف اوكي. بصراحة لابقين لك وفعلا يا صبايا ما حد يقلد نوار، عيونها أصلا مميزين بالعدسات، حتى لو حطوا عدسات ما حيطلع مثل لون عيونك. أنت هذا اللي بدك تسمعيه؟ لا حرام عليك، مو هيك قصدي. اوكي شكرا دعاء. بدي اسال عن جد عن العدسات والرموش، هل مثلا انت برايك بكملوا اللوك؟ يعني انت اذا عندك مثلا عروس او حتى موديل ما بتقدري تستغني عنهم ابدا. هلا الرموش، هلا اللينسز ممكن زي ما قالت اذا كان هون لون العيون ما شاء الله مثل لون عيونك اكيد ما رح نحط لينسز، او حتى اذا كان اسود او عسلي او هيك، في لوكات بالميك اب بحس بيلبق لها العيون العسليه مثلا او العيون السوداء. اكيد اكيد، بس انا قصدي اللينسز ممكن نستغني عنه، بس اللاشز مستحيل تستغني عنه. يعني هلا صار عندنا ممكن تيجي البنات تركب لاشز، تحط ايلاينر او تحط كحله وخلص كانها عامله ميك اب. صح فعلا، ببين كانه اصلا الميك اب مرتب وما ببين كثير اوفر ابدا، فما بتقدر تستغني عن لاشز لا عروس ولا لزبونه ولا شيء. حلو حبيت القصه. احنا كنا مبسوطين برمضان، احنا كل يوم حاطين شيء. هلا يمكن لانه اللوك الصباحي فاحنا بنعتمد ميك اب شوي اخف من البرامج المسائيه، بس كمان هذا موضوع كمان كنا حابين نحكي فيه اللي هو كيف الصبيه تقدر عن جد تفصل بين المكياج الصباحي الناتشرال الناعم والمكياج المسائي. في بنات مثلا بحطوا فاونديشن كل يوم الصبح، مع انه هي هاي الخطوه ممكن هي تستغني عنها خصوصا في مثلا وقت الدوام. شو هي الخطوات الاساسيه لحتى تحصل على سكن حلو ومرتب ونظيف وكانها حاطه ميك اب بس يكون شيء لايت وصباحي؟ هلا ميك اب الصبح اكيد كدوام
ما بتقدري تحطي فاونديشن في الكفر، كونتور، اي شادو، ما بتقدري. كثير صاروا يستخدموا البرونزر يفردوه على الوجه، برونزر اللي فيه شوي جلتري شوي عشان يعطي شكل حلو للوجه، لبستك كثير ناعم، ممكن تكون حاطه لاشز ناعمين، اذا مو حاطه لاشز بتحط مسكارا، مسكارة حواجب هيك انها عامله ميك اب مع كحله بس. أكثر بس من في بنات بيعتمدوا مثلا الكونسيلر بيوزعوا بيحطوا تحت العيون بعدين بيفردوا شوي اكثر على الوجه وبقولوا انه بيعطي لوك مثلا ناتشرال وهي ما حاطه فاونديشن. هلا كثير كل اغلب اللي انا بشوفهم بحياتي بحطوا كونسيلر، بس انا بنصح الكل فاونديشن. مو يعني مين اكثر صحي للبشره يعني، خصوصا مثلا الناس اللي بتحط مكياج كل يوم وممكن المكياج يضل معها فتره اطول، صحي اكثر تضلها معتمده على الفاونديشن او صحي مثلا بتغير الفاونديشن كل فتره كل عدد معين من الساعات؟ لا بتغير الفاونديشن لانه لا قصدي جدد، عفوا جدد الميك اب كل عدد معين من الساعات اكيد تضل محافظه اكثر على البشره؟ لا لا ما دخل انه كل كم من ساعه تغير الميك اب او تجدد الميك اب، لا هلا عشان تحافظ على بشرتها تعرف تختار الفاونديشن اللي بيناسب لبشرتها وما يكون كثير يعطي انه طبقه كثير سميكه كثير سميكه على الوجه عشان البشره تتنفس انه تكون الطبقه كثير خفيفه وبرضه بتكون تغطي، يعني هي لازم هي تكون تختار معادلة مبدئيا. احنا قتلنا بشرتنا. طب شو رايك باللي بحط برايمر لسه قبل الفاونديشن؟ هلا البرايمر بس عشان تسكري المسامات الفاتحه يعني ذاتس ات، وانا بستغني عنه. الناس بيقولوا انه بيعطي فينيشنج احسن او ابدا ما له دخل ولا انا ما هاي قناعتي انا. هلا في ناس ما بتستغني عن البرايمر، انا ما يمكن بيرجع الموضوع لنسبه المسامات في وجه الصبيه، اذا البنت بتعاني من مسامات واسعه كثيره وبتشوف انه مثلا البرايمر ممكن يساعد بتخفيف من المشكله اكيد، بس كصبايا صغار مش في حاجه. هلا في شوي ناس بيكون عمرهم كبير يعني في خطوط في مسامات مفتوحه، هاي بتقدري تستخدمي لها بس إشي بسيط. بس كصبايا يعني ليه البرايمر؟ لا في خطوط لا في. يمكن هي السوشيال ميديا نوار صارت تقنعنا باشياء صح. يمكن حتى لو ما بدنا اياها صرنا نستخدمها صح لا؟ فعلا بالضبط. حتى مرات مثلا بتدخلي محل انت في كثير اشياء مو عارفه لشو، ما عارفه يمكن كيف بدك تستخدميها، بس مجرد انك شفتيها على السوشيال ميديا بتصير تستخدميها، وغالبا ما بتحسي بهذا الفرق الشاسع يعني ما بتحسي انه وجودها كثير مهم. بدي شوي تخبريني عن العنايه المنزليه اللي لازم الكل صبيه تتبعها لحتى تحافظ على بشره صحيه ونضره. هلا كثير طالعه موضه الكريم قبل النوم، الكريم بالنهار، الكريم الظهر، الكريم هذا ما بغني ابدا ابدا عن الاغراض اللي بالبيت، الفواكه الطبيعيه بالضبط، العسل، الحليب، اللبن، هاي الفواكه، قشر الفواكه، البطاطا لتحت العين، هاي اللي بتحافظ على بشرتك فيها مواد غذائيه وفيتامينات اكثر بالضبط. يعني قد ما تستخدمي كريمات لليل للنهار للعين لتحت العين ما بيغنيكي عن الاشياء المنزليه ومعده منزليه ابدا، والنتيجه عن الاشياء اللي انت بتستخدميها بالبيت بتبين معك اسرع من عن الكريمات. وحتى يمكن تغذيتها الشخصيه للصبيه كثير مهمه، انها تهتم بغذائها، تهتم بالاشياء اللي بتاكلها. ما بعرف شو رايك انت بهذا الموضوع؟ اكيد يعني هلا انت قاعده بالبيت واكلتي مثلا اكلتي حبه كيوي، قشرتها شو عملتي فيها؟ انت فركتي فيها بشرتك بعد ما اكلتيها. أوكي. فركتي فيها بشرتك. حلو. ما ترمي شيء. من جوا ولا من برا؟ لانها لا من جوا. لا من برا. من جوا. من جوا. اوكي. حلو انه نحن عم نستفيد من كل شيء، من كل المعطيات لاقصى الحدود. بالضبط.
طب انا في سؤال كمان بدي اسالك اياه عن برضه ميك اب 2020. هلا كمان عم نشوف نداء كيف رسمه الشفايف بدات تتغير، بعد ما كانت رسمه الشفايف تكون طبيعيه جدا صاروا يلجأوا لتخصير الشفايف وزمها من على الجنب وصايره شبيهه بالبطه اكثر، فهل ممكن يرجع شيء للشكل الطبيعي للشفايف او ممكن في شيء جديد على الساحه ما بنعرفه؟ لا لا لا، هلا كل شيء عم بصير زياده، يعني زياده مبالغ فيه. ايوه بالضبط، يعني الشفايف حتكون ممكن اكبر كمان، ما بتعرف. الله يستر لوين رايحين. حواجب، شفايف، كله قال كله مبالغ فيه. الصراحة نداء شكرا كثير لك، انا ودعاء كثير استمتعنا بالحديث معك واستفدنا منك، نورتينا وشرفتينا. شو رايك نطلع بريك؟ اكيد.